חיסלנו כבר את מספר 4 בחמאס, ו-3, 2 ו-1 בדרך. כולם במוות, אנחנו נגיע לכולם. 1 ו-2 ו-3 ו-4. عمن يتحدث بنيامين نتنياهو ومن رقم 4 الذي اعترف باغتياله؟ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو رقم 4 وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الذي اغتيل في ضحية بيروت الجنوبية في يناير الماضي، ليصبح حديث نتنياهو عن رقم 4 بمنزلة أول اعتراف علني من تل أبيب بتنفيذ عملية اغتياله. مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس رقم 3 يلقب برجل الظل، فهو من نجح في الاختفاء عن أعين الاحتلال لسنوات قبل أن يخرج الجيش الإسرائيلي قبل أيام كاشفا عن احتمالية اغتياله في غارة إسرائيلية وسط غزة، احتمال لم يؤكده الاحتلال حتى الآن. أما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام فهو المطلوب رقم 2 الذي يلقبونه بالشبح لأن صورة وجهه غير معروفة منذ سنوات، وظلت المخابرات الإسرائيلية تعتمد على صور قديمة له منذ التسعينيات. الاحتلال حاول اغتيال الضيف أكثر من 7 مرات لكنه فشل. أما رقم 1 بالطبع فهو من هوس الاحتلال، يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الأسير الذي تعض إسرائيل أناملها من الندم على إطلاق سراحه في صفقة شليط عام 2011. قائمة اغتيالات علنية يتوعد بها نتنياهو قادة حماس، لكن بعد 5 أشهر من الإبادة والفشل من أين يأتي الاحتلال بالأمل في تحقيق أهدافه المعلنة؟